في قلب مدينة ميامي بين ناطحات سحابة شاهقة تسيطر أيقونة معمارية لمبنى الشقق الفاخرة الجديد اللافتة للمهندسة العراقية الراحلة زها حديد. طبعا يشكل هذا المبنى الشاهق تحية إلى إرث المهندسة المعمارية العراقية البريطانية التي توفيت في ميامي العام 2016 عن عمر ناهز 65 عاما. ولم يكن المبنى المؤلف من 62 طابقا قد أنجز بعد. وقال كريس الذي أشرف على إدارة المشروع البالغ كلفته 300 مليون دولار بعد وفاة المهندسة: شعرنا بالتزام كبير تجاه إكمال هذا المشروع بالذات، لأن ميامي كانت الموطن الثاني لها. لقد أمضت وقتا طويلا هنا وكان لديها أصدقاء كثر.